دايما سلمى، العمل الإنساني بيعطي قيمة كبيرة للفرد وبيخليه يحس بأهمية كل شيء عم يعمله لما يرسم البسمة على وجوه الناس، وهذا الشيء شفناه من اللحظات الأولى لوقوع الزلزال. قديش كان في مبادرات فردية وجماعية كانت عم تلبي احتياجات ومتطلبات الناس المتضررين من الزلزال. بهذا الوقت نحن بحاجة كتير كبيرة لنساعد بعض، نوقف حد بعض، كل حدا فينا بأي مكان بيحاول أنه يساعد بإمكانياته البسيطة بغض النظر عن طبيعة هي المساعدة إن كانت مادية أو معنوية. لابد يا سلمى أنه نركز على أهمية الأعمال الإنسانية اليوم، كل مين عم يساهم ويعمل خير نسلط الضوء عليه. صحيح هايدي، مثل ما قلتي أكيد. يعني الجمعيات والمبادرات وكل مين عنده صفحة وكل مين عنده جمعية، كل مين عنده مبادرة، هو كان خلال هي الفترة عم يشتغل خلية نحل، وهي الخلية لسه ما توقفت حتى الآن. يعني إن كان قبل شوي كان معنا سماعة حكيم، تطبيق كفو، هلأ رح نحكي عن حملة غثني مع جمعية صبايا العطاء. طبعا هي الجمعية اللي هي من الجمعيات القديمة بالعمل التطوعي بالمبادرات. ما بننسى كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها على بلدنا، كان لهم جانب يحاولوا يدعموا فيه طبعا السوريين بمختلف، ولكن هلأ الدعم بده يكون مختلف لأنه الفاجعة صحيح. كبيرة، الأعداد ما زالت عم تتكشف. اليوم في ناس صح ما تضررت بشكل مباشر من الزلزال، ولكن كان في ضرر على حياتها اليومية والمعيشية وعلى غذاء وعلى قوت يومها. أكيد سلمى، نحكي أكثر عن هاي الحملة ونعرف أكثر وضع الناس يلي تضرروا بأرض الواقع ونعرف كيف ممكن نساعدهم. معنا اليوم ضيوفنا أمينة سر جمعية العطاء ريم حاج محمد، أهلا وسهلا، ومعاني عكاري المنسق العام لحملة أغثني. يسعد صباحكم. صباحك يا أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. رح بلش معك أستاذ ريم، حضرتك المحامية أيضا لجمعية صبايا العطاء. خلينا نبلش، أول ما سمعتوا الخبر طبعا كان تركيزكم ونحن متابعينكم على مواقع التواصل الاجتماعي، شو فينا نقدم، كيف فينا نبلش؟ بلشنا كلنا نطمن على أهلينا بالمحافظات المنكوبة، باللاذقية، بحما، بحلب، كيف كان التحرك الأول من جمعية صبايا العطاء؟ هلا أول شيء نحن أول شيء تعازينا الحارة لكل الأشخاص يلي للأسف اضطروا ضحايا الزلزال، وبالشفاء العاجل لكل الجرحى، وقلوبنا مع كل الأشخاص يلي تضرروا يلي نحن شفناهم على أرض الواقع. إذا بدنا نحكي عن بدايات حملة أغثني، نحن أول شيء مثل كل العالم يعني شفنا الوضع على الأرض كيف كان، فرقنا التطوعية نزلت على الأرض، كونه نحن دمشق، هن اللاذقية، جبلة، طرطوس، حمص إلى آخره، نزلت على الوضع نشوف الوضع، نحاول ناخد داتا، وضع مراكز الإيواء، موضوع العالم، أطلقنا حملة اسمها أغثني، استقبلنا فيها تبرعات عينية اللي نحن بحاجتها، كله كان له أولوية كونه يعني ما فيني أنا بدي أولوية عن أولوية صحيح. لأنه كنا بحاجة كل شيء، صعوبات كان بتأمين موضوع حليب الأطفال اللي هي الكل كان عم يعاني منها، فتحنا مركز لجمع التبرعات العينية بكل محافظة لقيت الضرر وبدمشق عنا هون. وقت حسيت أنا أنه تم اكتفاء من أول شحنة، يعني كان في عندي احتياجات بتغطي كذا منطقة، يعني أول شحنة طلعنا فيها غطيت تقريبا شيء 2000 شخص، وقت حسيت أنه أول شحنة عندي اكتملت طلعنا الشحنة الثانية عندي اكتملت طلعنا، وهلأ كمان الشحنة الثالثة. يعني هي هيك بلشت البداية، استجابة للي صار يعني مثلنا مثل أي حدا. طيب معاني خبرينا أكثر، اليوم فريقكم وين موجود؟ شو حجم المساعدات أو نوعيتها اللي عم تقدموها اليوم؟ حقيقة نحن عنا فريق هون بالشام، عنا فريق باللاذقية، عنا فريق بطرطوس، فريق اللاذقية مكون من 3 أشخاص، فريق دمشق مكون من 4 أشخاص، فريق طرطوس مكون من 4 أشخاص، وعندنا فريق بحمص. طبعا نحن كنا نطلع نلتقي بنقطة معينة ونتوجه على المناطق اللي متضررين بالزلزال. هلأ حجم المساعدات هي يعني كبيرة، بس وكل الجمعيات كانت عم بتساعد الحقيقة، وين ما رحنا منشوف جمعيات متواجدة ومساعدات كتيرة، ما حدا قصر، كلهم كانوا موجودين.
صحيح. يعني هذا الشيء كان مميز مثل ما عم بتقولي معاني، يعني شفنا هبة السوريين أكيد. كانوا كلياتهم يد واحدة، ونرجع بنقول متضامنين. البيت السوري هو بيت واحد اليوم، ما حدث في اللاذقية كان صدى بدمشق، وما حدث في حلب كان صدى بحمص، كان معظم مبادرات اجتماعية وبكل المحافظات السورية. ريم، يعني خلينا نقول أكثر، اليوم الأول بيكون هو يوم شوي صعب لأنه الكل عم يشتغل بس حالة هلع، حالة تنظيم صحيح. يعني ممكن مثل ما حكينا قبل شوي، ناس يوصلها ناس ما يوصلها، أحيانا بيصادفكم مثل ما صادف كثير من اللي استضفناهم، وقالوا أحيانا كان يجي معلومات مغلوطة، هي بتصعب شوي الشغل عليهم. هاي النقطة أنا بدي أقول لك شغلة، أنا بدي نوه لك عنها. موضوع الأشخاص يلي حبوا يساعدوا بس هن ما عندهم خبرات أبدا، من بيوتهم مثلا على السوشيال ميديا، فصرنا نلاحظ نحن حالة فظيعة من النسخ واللصق من دون ما يتأكدوا من بطريقة كثير سيئة، لدرجة أنه في حالات أنا مسكرتها بإيدي وكاتبين أنه تم تسكير الحالة، ترجع تجيني يعني متواصلين نكون مع الأهل ومسكرين الحالة ومن هي الموضوع، ويجي لسه تبرعات يجيني لا ما يجي تبرعات يجيني أنه ساعدوا هدول الأشخاص. أحد الأشخاص كان متوفر، هو الصيدلاني بوجه له تحية، كان متوفر عنده حليب أطفال، فبعت لي أنه ممكن تقولي أنه أنا تسكر عندي، لأنه أنا لهلأ عم يجي يعني تسكر عندي ولهلأ عم يبعثوا لي مساعدات. حطيت انا انه ما عاد عنده نفذة الكميه، بعدها لعشرة ايام يبعثوا لي اذا بدك حليب اطفال موجود عنده. هاي بخصوص النسخ واللصق فيسبوكيا. اثنين مثلا الشغله اللي انا بدي احكي فيها، في الخلل يلي عم بيصير باشخاص وصلها مساعدات واشخاص ما وصلها مساعدات، بس تكوني على الارض انت بتصيري بتعرفي ليش فعلا في اشخاص ما وصلها مساعدات، لانه هاي الاشخاص وقت راح بيتها ما نزلت على مراكز الايواء، هاي الاشخاص حملت حالها وراحت عند اقاربها بتضيع المجاوره، بيت الجد، بيت العم، بيت الخال، فهي اوريدي ما نزلت على مركز الايواء فما لها قوائم وما نحط اسمها، فهي ما توجهت اساسا للاماكن هي لازم تحط فيها اسمها كرمال تاخذ حصتها من المساعدات سواء غذائيه او البسه او اي شيء. فما فيكي انت تدقي ابواب العالم بيت بيت وتقولي كيف السوريين متعففين دائما. صحيح. في حاله انا بدي احكي عنها، لما كنا باللاذقيه نحن صرنا نسال الاهالي، فتفاجات انا انه في منطقه هي طبعا ما وصل اي حاله مساعده لانه اهلها عايشين بالانقاض، بانقاض البناء هن بعدهم عايشين مجمع كامل لحتى نحن وصلنا. وين المنطقة بالضبط؟ بالرمل الجنوبي نزلة المسبح اسمها الحارة، حارة الزعموط. وحتى هونيك نحن عم نوزع، هو كله على الأرض طابق طابق من كل بناء وهن عايشين فيها. يعني أنا بناشد خلوة للمنطقة لأنه نحن موجودين هونيك، صار هزة وتعرضنا نحن. هو نحن كمان بناشدكم أنه لما بيكون جمعيات مثلكم وحضرتك محامية يعني بتعرفي كل هاي التفاصيل. اليوم الأمانة السورية للتنمية وضعت أرقام لكل المحافظات، حطينا اللي عنده مشكلة يروح فورا على هاي الأرقام حتى الفرق المختصة تطلع. صحيح. هاد بشكل عبء على الفرق المختصة. صحيح. وبشكل خطورة عليهم. تواصلنا فنتمنى إذا قدرتوا تتواصلوا معهم. أنا أقول لك على الخلل تبع القوائم، ضلوا موجودين ما راحوا مركز إيواء، فكيف بدهم ياخذوا مساعدة؟ هي هاي الفكرة اللي صحيح. عم بتصير. أحيانا حتى عم بيحطوا أرقام غلط، يعني عم يتم إنه الاتصال معهم مع حدا بيكون عم يعني أنا هاي الأشخاص بتمنى بعد ما تهدى شوي الموضوع يتم محاسبتها بصراحة، لأنه هي عملت حالة عشوائية من عدم التنظيم، حالة مشكلة كتير كبيرة سواء بقصد أو غير قصد. في عنا الأشخاص الفرديين يلي عم بيلموا تبرعات، أنا كمان بتمنى يتم محاسبتهم لأنه هن غير جهة غير مرخصة، جهة غير مسؤولة، ما فيك تحاسبيهم هاي الأموال وين راحت نهائيا. الناس هلا عم بتلم على حساب الضحايا، في ناس يعني عم بتلم تبرعات، وهي في احد البوستات عم يناشدوا قطار كمان، في احد البوستات عم يناشدوا قد في صبيه بدون ذكر اسماء بدها تشيل جثث من تحت الانقاض، انا ما بعرف كيف، وعم تناشد قطر بمساعدات وجهه غير مرخصه. في جهات تانية يعني انا هون صار في عنا حاله من الاشخاص اللي ممكن يستغلوا طبعاً. او ممكن يستفيدوا، او انه هي يعني حاله من العشوائيه بالغطاء الانساني. صحيح. هن هون ممكن يستفيدوا ماديا منا بصراحه. تمام. نرجع لعندك معاني، يعني احكي لنا انت حضرتك اليوم المنسق العام لحمله اغثني. نعم. خبرينا اكثر، ايمت اطلقتوا هي الحمله؟ صراحه نحن اطلقنا الحمله، هل هي جديده كانت بعد الكارثه؟ ايه طبعا. خبرينا عنها اكثر. نحن اول ما صارت الكارثه فورا اتجهنا لاطلقنا الحمله ونزلنا على ارض الواقع، وكان في كثير اشخاص دعمتنا للصراحه، كان في دعم بالنقل،
كان في دعم بالمساعدات العينية، كان في مساعدات أشخاص يعني حبت تكون معنا متواجدة بالمركز تساعدنا بالفرز بكل شيء. الحقيقة يعني كتير أشخاص ساعدونا بهذا الموضوع، وكان في تنسيق كتير كبير بين الفريق بهذا الشكل. أكيد يعطيكم ألف عافية، ونعرف أن جهودكم لساتها مستمرة. يعني ريم، بالحديث عن نوعية المواد الإغاثية، مثل ما قلنا بالبداية كان الكل عم بيدور على الفئات اللي هي بحاجة لأمور صعب أنها تتوفر بسهولة، مثل حليب الأطفال. صحيح. بعض الكبار السن في عندهم أدوية مزمنة مثل أدوية السكري وغيرها من الأدوية، هي شكلت هاجس كبير لكل جهود الإغاثية حقيقة، خصوصا مثل ما قلنا بالبداية ما كان لسه متكشف الأرقام والقوائم، ولسه عم بيتم البحث عن الأشخاص، وعلى أمل إيجاد ناس ما زالت حية تحت الأنقاض. حاولتوا تتواصلوا مع الجهات الرسمية لتشبكوا؟ بنعرف أنه أنتوا دائما تعملون تحت مظلة الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا طبعا، أنا فورا توجهت لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وزرتهم، وحطيناهم بصورة الشيء اللي نحن عم نعمله، خاصة لما نحن قدرنا نأمن مركز يستقبل عائلات متضررة بأماكن معينة، أنه إذا في عائلات توجهت لإلهم يخبرونا نحن جاهزين. نعم. ونحن نبعث لهم تقارير دورية ويومية نعملها ونبعثها فورا للإدارة بالشؤون الاجتماعية والعمل ولمعاون المدير بالشؤون الاجتماعية والعمل. هن كتير أشخاص متعاونين لطيفين معنا، أكيد منوجه لهم تحية. الجهات الحكومية دائما دعمتنا، نحن فيك تقولي يعني ما فيكي انه انت تتصرفي بدون توجيهات معينه، تحت درايه معينه. طبعاً. صحيح. وكل الدعم كان يعني وكل الحب منهم لإلنا، وحتى على الطريق الحواجز دعواتهم كانت مرافقتنا يعني لما نحن مارقين. فانا كثير بعز على قلبي كيف يدعوا لنا، يعني نحن طريق سفر وكذا، ما شفت غير كل شيء منيح بصراحه، وهذا الشيء كثير بكبر القلب. يعني نحن هي صح كانت كارثه انسانيه بكل ما تعنيه الكلمه، بس بتحسي انه هيك في شيء من الدعم والمحبه الانسانيه. صحيح. هيك مع بعض تم تشبيكها بطريقه كثير حلوه. أكيد. بالنسبه للادويه عندنا فريق كامل بطرطوس امن لنا شحنات ادويه كامله لكل شيء، ومعنا فريق اطباء وصيادله مرافقيننا بالرحله. ممتاز. بيوصفوا الادويه او مختصين البديل. مختصين. تمام. بدنا نشكركم كثير ريم حاج محمد أمينة سر جمعية العطاء، ومعاني عكاري المنسق العام لحملة أغثني. شكرا كثير لكم. أهلا حبيبي. أهلا. شكرا لكم، يعطيكم العافية، ونتمنى دائما هيك صبايا العطاء مثل ما عودونا خلال سنوات الحرب يضل هالعطاء السوري موجود بيننا وما يتوقف، نضل سوا نلملم جراح كل الكوارث والحروب اللي عم تمر عليها. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.